السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله الفراخ بتاعتنا هي احنا كنا طالعين نلف على السطح طبعا، وعلفنا وحطنا مية وحطت لهم الخميرة في المية. يا حبايبي خلاص احنا معلناش هنحط بقى في العلف ولا حاجة، لان هم خلاص عمرهم ما شاء الله بقى 30 يوم، وهم خلاص وصلوا معايا بالحجم ده كده. باذن الله ما عندناش هنحط بقى في العلف ولا حاجه، احنا خلصنا بقى العلف بتاعنا خالص من الخميره، هنبدا بقى نحط في الميه. طبعا زي ما قلت لك قبل كده حبايبي، اللي بحط ربع معلقه خميره صغيره كده على لتر ميه. هنبدا بقى من هنا ورايح، خلاص بقى نمشي بالنظام ده كده. انا بس حبيت اوريكم الفراخ بتاعتي، وحبيت اوريكم الحجم بتاعي. بسم الله ما شاء الله وصل لغايه فين. طبعا النهارده كده كان الجو وحش كده، وقلت بقى اطلع كده نصورهم ونعلفهم مع بعض ونتكلم شويه. طبعا يا حبايبي زي ما قلت لكم الفراخ بتاعتنا هي بسم الله ما شاء الله وصلت ل 30 يوم. انا طبعا خدت فرخه منهم وزنتها، لقيت بسم الله ما شاء الله وزنها 2 كيلو، 2 كيلو بالظبط ما شاء الله، يعني حجم بسم الله ما شاء الله يعني كويس جدا، وهم عمر شهر يعني وصل 2 كيلو وعمر شهر. فقلت بقى ايه طالما يعني وخلاص وزنهم بقى وصل عمر شهر كده، وطبعا ما فيش حاجه تبعت معايا، وطبعا كلتهم برضو مقاس واحد كده، لا في واحد كبير ولا واحد صغير ولا واحد كده ولا كده. فانا قلت بقى ايه اصورهم لكم ده، واقول لكم يا حبايبي على السر بقى اللي بيخلي الفراخ بتاعتي ما شاء الله الوزن بتاعها بيبقى زي ما انتم شايفين كده بالحجم ده وبالمنظر ده، يعني 30 يوم والله ما صلى على النبي وزن معايا 2 كيلو. يعني هي دي خدت واحده عشوائيه كده لقيتها 2 كيلو، فطبعا ممكن تلاقي احجام ازيد. يعني انا خدت كده واحده كده قلت موزنها، لقيتها ما شاء الله يعني بالصلاه على النبي لقيتها 2 كيلو. طبعا ما شاء الله ممكن تلاقي في وسطهم احجام عدت ال 2 كيلو، ودي طبعا يا حبيبي يعني طبعا بالخطوات اللي انا مشيت عليها معاكم والحاجات اللي انا قلت لكم عليها، الخميره طبعا والبصل والثوم والحاجات ديت. فالنهارده طبعا يا حبيبي باذن الله جايبه لكم وصفه جديده خالص بقى، يعني خلاف الحاجات اللي احنا قلناها في الاول ديت. طبعا هي وصفه مجربه وما شاء الله بتجيب نتيجه كويسه قوي، فانا باذن الله اقول لكم عليها. بس بعد الاول لما اقول لكم بقى ان شاء الله يعني على الفراخ كده بتاعتي، اللهم صل على النبي، هي وصلت معايا يعني للحجم ده ازاي. طبعا يا حبايبي انا طبعا هقول لكم على الوصفه ما تقلقوش يعني، بس ان شاء الله هقول لكم الاول حاجه قبل اي ما تعملوا اي حاجه. طبعا اهم حاجه حبايبي النظافه، انا في كل فيديوهاتي باكد على النظافه، لان بسم الله ما شاء الله النظافه هي اللي بتخلي الفرخ ما شاء الله ما يرجعش معاكي ويجي معاكي يومه بيومين زي ما قلت لكم. يعني زي ما انتم شايفين كده حبايبي بسم الله ما شاء الله نايمين في حته نظيفه اهيت. طبعا انا كل يوم الصبح بقوم افرشهم الفرشه بتاعتهم كل يوم الصبح، لان طبعا زي ما انتم عارفين ان العدد ما شاء الله كبير يعني والحجم زاد. فانا حبايبي طبعا انا بحط قش، لان في ناس قالت لي القش مش بيتعب الطيور، لا بالعكس القش ما بتعبش الفراخ، القش بيدفي الفرخ، القش بيدفي الفرخ، يعني هو زيه زي النشاره او يمكن احسن من النشاره كمان، لان طبعا زي ما قلت لكم القش بيدفي يا جماعه، ما بيعملش اي حاجه سوى للحمام سوى للطيور سوى للبط سوى اي طير عندك افرش قش. انا قلت اللي مش متوفر عندها القش او هي في مكان ما فيش موجود عندها قش حط تبن، التبن حلو برده بدفي، حط نشاره ماشي. انا في الصيف ما بحطش قش، هقول لكم ليه، لان القش طبعا ما بيبقاش مستحب قوي في الصيف، بيبقى الجو حر وبقوا عايزين حاجه ترطب تحتهم، فانا بجيب شرب، عارفين الشرب يا جماعه اللي هو الطمي بتاع الغيطان ده، انا بفرش المكان كله شرب بيبقى رطب تحت منهم، يعني بيخلي الفرخ نايم مبسوط وبيشرب لو في اي براز او اي حاجه تحت منه بيشربها، ده في الصيف. انما انا دلوقتي من الجو برد بفرش قش، القش عمره ما بيضر الفرخ، بل بالعكس القش حلو بيدفي الفرخ وبيسخن تحته وبيدفيه، تمام كده، علشان الناس اللي قالت لي ان القش ممكن يتعب الفرخ، لا يا جماعه عمره ما يتعب الفرخ، عندك قش حطي، عندك تبن حطي، عندك نشاره حطي، مش متوفر عندك الحاجات ديت اي حاجه من دول تحطي، اهم حاجه تبقى طبقه الفرخ ينام عليها ويبقى دافيان يعني. بس مش اكتر، تمام كده.
والدليل يا حبيبي على صحة كلامي انني ربيت دفعتين اتنين قدامكم بسم الله ما شاء الله، وكان بالقش، لا كان في نشارة ولا كان في تبن ولا اي حاجة، كان بالقش وبسم الله ما شاء الله، لا في فرخ تعب ولا فرخ جاله اسهال ولا فرخ كاش ولا، وبسم الله ما شاء الله ما ماتش من دفعتين الاتنين فرخ واحد، يعني ما شاء الله انا جايبه الدفعه دي 30 فرخ بالظبط بسم الله ما شاء الله قدامكم اهي منقص منها فرخ. الدفعه اللي قبل كده كانت بسم الله ما شاء الله كانت 21 فرخ، اللهم صل على النبي ما ماتش منها ولا فرخ قدامكم يا حبايبي. وطبعا انا صورت كل اسبوع كنت بصور لكم الفراخ عشان تبقوا ماشيين معايا يوم بيوم، لا كان فيها حاجه بتتعب ولا كان فيها حاجه يعني كشه ولا اي حاجه، ما شاء الله لا مات منهم فرخ، وكنا في عز الهواء وعز البرد. يعني في ناس كتير يقول لك مثلا الفراخ بردت مني، الفراخ كشه، الفراخ ما بتاكلش، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهو، وكلتهم مقاس واحد وكلتهم حجم واحد وميه واحد، لا في فرخ صغير ولا في فرخ كبير ولا في فرخ تعبان ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين كده. وزي ما انتم شايفين القش اهو، انا ما بعملش حاجه خلاف القش، وما عنديش اصلا حاجه خلاف القش، لا عندي نشاره ولا عندي تبن ولا عندي اي حاجه، انا عندي القش متوفر على السطح كل يوم، بشيل الطبقه اللي هي متوسخه تحتهم وبفرش لهم طبقه جديده، هو ده السر اللي هو بيخلي معايا الفراخ بتبقى ناجحه وما بتتعبش وياي. وطبعا الدفى يا حبايبي، الدفى اهم حاجه، التدفئه في الشتاء، لان انتوا عارفين احنا في الشتاء والجو بيبقى متغير ساعات، الجو برد جو هواء جو شتاء، زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله ايه الفراخ قدامكم اهي. طبعا انا معايا بقى يعني حاجه كده هعملها لكم هقول لكم هي فايدتها ايه، بس قبل ما اوريكم هتشوف العلف الاول اللي انا بستعمله اهوت، هو دوت يا حبايبي العلف بتاعي وسط اهو، بحط لهم العلف وسط اهو زي ما انتم شايفينه كده بالمنظر ده كده، والشكاره بتاعته اهيت هوريها لكم الشكاره اللي انا بعلفهم منها ديت يا حبايبي، شكاره العلف اللي انا بجيبها هي، عشان في ناس سالتني على نوع العلف اللي انا بجيبه، هي ديت صورتها لكم اهي بالمنظر ده كده. طبعا هو العلف بتاعي هو ليناني اهو اللي انا بستعمله على طول في كل دوره بجيبها، هو ده العلف اللي انا بستعمله على طول ما بغيرش، بس اهم حاجه علشان يكون الفراخ ناجحه معاكي والمشروع بتاعك ناجح وياكي ما تغيريش نوع العلف. العلف اللي انت بتجيبيه تفضلي عليه من اول يوم لاخر يوم لغايه ما تيجي تذبحي الفراخ بتاعك، هو ده السر في ان الفراخ بتاعك تبقى ناجحه معاكي وما تتعبش وتزيد معاكي. انما اللي بتغير العلف يا حبايبي يعني يوم بادي، يوم قصدي العناني، يوم معرفش ايه، اي نوع انت بتجيبيه، لا يوم كده يوم كده، لا هو نوع واحد تمشي عليه من الاول للاخر، مش شويه ناكل نوع وشويه ناكل نوع وشويه ناكل نوع، لا دي اللي بيخلي الفرخ يتعب معاكي. انا كل الحاجات دي حبايبي انا جربتها، وعلى اساس تجربتي مع الحاجات ديت انا بقول لكم على الصح ايه تعملوه، تمام كده. فانا يا حبايب قلبي انا معايا الوقت وصفه حلوه قوي مجرباها، فحبيت اقول لكم عليها. الوصفه ديت بسم الله ما شاء الله بتجيب نتيجه جميله جدا للفراخ. طبعا انا بعد ما اوريها لكم هقول لكم هي يعني ضد ايه وضد ايه وبتعالج من مرض ايه، تمام. فالخلطه دي يا حبايبي هتخلي فراخك بسم الله ما شاء الله هتكبر وياك، وتخلي يوم هيجي معاك بيومين، تمام كده. ولو فيها اي تعب فيها اي حاجه باذن الله بتحش الحاجات دي كلها. الوقت يا حبايبي انا معايا معلقه طحينه على معلقه عسل نقلبهم على بعض، تمام كده. معايا طبعا معلقه كركم اهيت، معايا شويه كركم كده، انا بحط يعني من غير معلقه من غير حاجه، بس بحط يعني بالويم كده خلاص كده. طبعا هقلبهم كلاتهم على بعض كده زي ما انتم شايفين كده، هي الطحينه بس هي اللي يمكن جت كتير شويه مش مشكله، هي الطحينه حلوه برده. هقلب ده كله حبايبي مع بعض بنفس الطريقه دي كده، خلاص الكركم خلاص اللي اتجانس مع العسل والطحينه خلاص اهوت. هنجيب العلف بتاعنا بقى وهننزل الخليط ده كله عليه. انا بس بوريكم تجربه كده على ايه، على
بايدينا كده يا حبيبي وهنقلب. طبعا عايزه تلبسي جوانتي البسي جوانتي، عايزه تعملي بايديكي وتبقي تغسليها انت وراحتك. طبعا هزود العلم بتاعي كمان شويه. عشان يبقى الفلفل معايا كده ما يبقاش معجن في بعضه ولا حاجه. اهو تمام كده حبيبي. هحط بقى الفراخ تاكل منه. طبعا هم واكلينه شبعانين يعني مش هياكلوا قوي، بس الموضوع دوت تبقى المفروض الفراخ بتاعتك تبقى ايه جعانه مش واكله ولا حاجه، على اساس ان هم ينزلوا فيها على طول اكل. اغسل ايديا الاول كده من مكان الخلطه اللي انا عملتها. طبعا يا حبايبي اللي انا هقول لكم الاول على فوائد الكركم ايه. طبعا الكركم ممكن تحطيه ناشف على العلف لوحده، لو انت مش حابه تعمليه كده ممكن تحطيه على العلف ناشف كده لوحده، ترشيه على العلف كده وتقابليه وتقلبيه. هو الكركم طبعا بيعتبر رفع مناعه قوي جدا للفراخ، وطبعا هو مفيد جدا لعلاج الكوكسيديا والسلمونيليا، ولانه بيقلل البكتيريا في الامعاء تمام كده، ومضاد كمان للاكسده والفيروسات وبيطرد السموم من الكبد. طبعا هقول لك على فوائد الطحينه حبايبي. انا ليه حطيت طحينه؟ الطحينه طبعا بتخلص الجسم من السموم وبتعالج الامراض بتاع الشتاء كلها تمام كده، زي الانفلونزا والالتهابات الشعب الهوائيه والتهابات الرئه وكل الامراض الصدريه. اللي طبعا اللي بتقول انا عندي الفراخ بتخلفش بصدرها، طبعا الوصفه دي حلوه. لا طبعا الفراخ عندها بتشم اللي كده، يعني كل الامراض اللي هي بتاعه البرد ديت الحاجات دي بتعالج. طبعا العسل، طبعا زي ما انتم عارفين العسل برده يعني فاتح شهيه ويعتبر مقوي برده للمناعه. طبعا يا حبايبي زي ما انا قلت لكم، والوصفه اللي انا عملتها قدامكم ديت وصفه جميله جدا مجربه، وجربوها وان شاء الله باذن الله هتجيب نتيجه كويسه. طبعا الفراخ واكله، انا هشيلها بقى وهقوم دلقاها في العلافه كده عشان تنزل لهم على الاكل اهو. وطبعا زي ما قلت لكم لو انتم حابين حطوا كركم لوحده مفيش اي مشكله، على العلف تقلبي العلف بمعلقتين كركم ولا حاجه على مقدار علف اللي انت حابه تحطيه، وهياكلوا منه يبقى مفيش مشكله، يبقى حلو برده تمام كده حبايبي. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.